واخباركم ايه؟ معانا النهارده معيانه ليسن 2، يلا مع بعض عشان نشوف الكلمات بتاعتنا، يلا بسرعه. اول كلمه عندي يا سنه ثانيه كلمه سبيك، يتحدث. سبيك يعني بيتكلم. هي في ناس ما تقدرش تتكلم؟ ايوه يا عيني، اللي ما بيعرفوش يتكلموا دول. سبيك سبيك. هير يعني يسمع. هير هير هير. throw يعني يرمي. throw throw throw. run يعني يجري. هو في ناس ما بتعرفش تجري يا حنين؟ ايوه يا عيني، في ناس مش برجليها بتبقى وجعاها وبيقعدوا على كرسي بعجل مش بيعرفوا يجروا. run run run. kick يعني شوت برجليه طبعا، امال هيشوت بدماغه. kick kick. سي يعني يشوف يرى. سي سي سي. ريد يعني يقرأ. ريد ريد. كان يعني يقدر. كانت ما يقدرش. كان يعني يقدر. كانت ما يقدرش. كان يعني يقدر. كانت ما يقدرش. يعني كان يقدر يعمل الحاجة. هقول I can see، أنا أقدر أشوف. I can hear، أنا أقدر أسمع. I can speak، أنا أقدر أتكلم. تمام كده؟ can't يعني ما يقدرش. he can't walk، هو ما يقدرش يمشي. تمام كده؟ يلا نشوف، يلا نكمل يا حبايبي. نبص على البورد كده. I can see with my eyes، يعني انا اقدر اشوف بعيني، اكيد مش بشوف بوداني. I can see with my eyes. I can hear with my ears، يعني انا بقدر ان انا اسمع بوداني. I can hear with my ears. نشوف اللي بعدها. I can run with my legs، يعني انا اقدر اجري برجلي. I can run with my legs. اللي بعدها. I can throw. throw يعني يرمي. انا برمي الكورة مثلا بايه؟ with my arms، بدراعي. I can throw with my arms. اللي بعد كده. I can kick with my feet، يعني انا بقدر اشوت برجليا. I can kick with my feet. اللي بعد كده. I can speak with my mouth، يعني اقدر ان انا اتكلم ببقي. بص كده يا شباب. he can't see، يعني هو مش بيقدر يشوف. امال بيعمل ايه؟ بصوا، هو مش بيقدر يشوف بس يقدر يعمل ايه؟ بيقرا بصوابعه بايديه. he can read with his hands، يعني هو يقدر يقرا بايديه. تمام؟ صوابعه. number 2 she can't hear، يعني هي ما بتقدرش تسمع، في عندها مشكلة في ودنها. she can't hear. امال بتعمل ايه؟ she can speak with her hands، برضو تقدر ان هي تتكلم بايديها. عارفين لغة الاشارة؟ she can speak with her hands. بص الصورة دي. she can't run، هي ما تقدرش تجري عشان قاعدة على كرسي بعجل، بس احنا كلنا نقدر نلعب معاها صح؟ we can play، يعني نقدر نلعب معاها يا سنة تانية. وكده خلصنا اللسن الحلوة بتاعنا، اشوفكم في لسن جديد. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا أصحابي هنحل على طول الأسئلة بتاعتنا. طبعا أول حاجة لازم تاخد بالك من الصورة اللي موجودة علشان خاطر نعرف نحل الأسئلة بتاعتنا. يلا، أول حاجة البنت دي بتعمل إيه؟ here، يبقى إيه الناقص؟ الحروف اللي ناقصة هنا عندي. تمام، E و A. here، برافو. throw throw، احنا قايلين في حرف، في حرفين بيقولوا س، التي والاتش، برافو عليك. س رو او او او، ماشي. دول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا ايه؟ يلا يا اصحابي، دول بيعملوا ايه؟ بيرغوا.
يرغي يعني ايه سبيك، يتكلم يعني باين قوي الحرف ده، باين قوي ب حرف البي سبيك. شاطرين شاطرين شاطرين. طيب اللي بعد كده البنت دي بتعمل ايه؟ رن. رن، برافو. طيب نمبر 1 عندي هنا في التوصيل، هي كان ران with his leg، برافو، يقدر ان هو يجري برجليه. نمبر 2 I can throw with my arms، يعني انا اقدر ان انا ارمي بايدي من اي حاجة. نشوف اللي بعد كده يا حبايبي، يلا يا حبيبي خلي الحاجات دي. We can play football with our، احنا بنلعب الكورة برجلينا، feet، مين اللي بيقول بإيدينا؟ I can hear with my ears، برافو، بص أغنية حلوة اهي. She can't run، احنا قلنا can't ما يجي وراها الفيرب من غير اس. We can ايه هنا with our eyes، بعينينا، اول ما بنشوف بنشوف، يبقى see. I can speak، انا اقدر اتكلم with my mouth، برافو عليك شاطر. I can run with my legs، برافو عليك، برافو برافو برافو. مين الشاطر اللي بيحل معايا فعلا؟ انا شايفاكم تمام. I can ايه هنا with my arms، I can throw طبعا يعني انا برمي بايدي. I ايه هنا here، I speak with my hands، خلي بالك زي ما قلت لك ان في ناس بتتكلم بايديها اللي هي لغة الاشارة، يبقى I can't hear تمام. يلا يا سنة تانية هنرتب تمام. طبعا انا هحط لك ارقام وانت هتكتب لي بقى الجملة بخطك الجميل ده، هتبقى ايه؟ اول حاجة هو بيكتب لي، اول واحدة هو اللي بيقول لي عليها my cousin، ابن عمي او ابن خالي او بنت عمي بنت خالي، مالهم بقى مالها my cousin. can number 2 read number 3 with number 4 his 5 hands 6. يبقى my cousin اللي هو ابن عمي can read، يقدر يقرا with his hands اللي هي بطريقة برايل اللي احنا قلنا عليها قبل كده تمام. number 2 she can't run، هي ما تقدرش تجري تمام. يلا نكمل يا أصحابي، هنا I can kick with my feet، شاطر برافو. اللي بعد كده we ايه هنا play، بوي احنا نقدر can we can play تمام. تعالى كده نشوف نكتب جملة تحت كل صورة، تعالى نحاول كده نعملها سوا. يلا يا أصحابي نشوف، أول حاجة الولد ده هنقول عليه he can't see، يعني هو مش بيقدر يشوف تمام. he can't see تمام، في هنا apostrophe، he can't see يعني هو ما يقدرش يشوف. البنت دي بتعمل ايه؟ هي بتقدر تسمع صح، هتبقى she عشان هي بنوتة، اوعى تنسى she can ولا can't، can يا حنين، she can hear تمام، هي تقدر تسمع. نشوف اللي بعد كده، الولد ده بيقول ايه؟ I can kick، صح فعلا هو كان كيك يقدر يشوط؟ Yes. Number two. I can hear with my ear. هو ده فعلا my ear وكده؟ No. Number three. I can run. No. تقدرش تمشي.
وتوتة توتة خلصت الحدوتة. خلصنا الدرس بتاعنا يا سنة تانية، هشوفكم إن شاء الله في لسن 3. ما تنساش اللايك. باي باي.